السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير، أهلا بكم على قناتكم على اليوتيوب لو نفسك تخس، وعلى صفحتكم على الفيسبوك لو نفسك تخس. أهلا بكم، صباح جديد، صباح سعيد، صباح الأمل اللي بيتجدد جوانا كده كل يوم مع إشراقة الشمس الجديدة إن شاء الله بإذن الله. طبعا إحنا كنا عملنا 3 حلقات سابقين عن ال 23 سبب لثبات الوزن، وقلنا منهم حوالي 16 سبب، والنهارده هنكمل ان شاء الله باقي الاسباب في ثبات الوزن وضعف الحرق خلال فتره حياتك، وازاي ان انت تتخلص منها ان شاء الله باذن الله بشكل بسيط. الحقيقه ان في بعض السيدات بتتناول الادويه الهرمونيه، يعني مثلا في بعضهم بيبقى في فتره من الفترات يعني بيبقى عندهم مشاكل في يعني خاصه بالحمل والرضاعه والقصص دي، فبيتناولوا بعض الأدوية الهرمونية، أو إن هما مثلا عندهم عايزين في عندهم مثلا عندهم تأخر في الإنجاب وحاجات من دي، فبيضطروا إن هما ياخدوا الأدوية الهرمونية دي. هل دي بتأثر على الحرق يعني؟ آه بتأثر على الحرق. طب تأثيرها على الحرق، الحقيقة إن هي ممكن تأثر عليه، يعني ممكن تبقى يعني حاجة تأثير بسيط وممكن تكون تأثير كبير على حسب الاضطراب اللي بيحصل لك. ممكن يحصل لك مثلا يعني أنت بتشوفي الموضوع عامل إزاي قبل وبعد. طب ايه الحل؟ الحل مفيش يعني غير ان انت تشوفي الطبيب بتاعك هل في حل تاني غير الادويه دي؟ هل الادويه دي هتاثر على الحرق بتاعي؟ انت بتساليه قبليها. فدي حاجه مش بتاعتنا، يعني دي حاجه انت بقى بتشوفيها مع الطبيب المختص بتاعك. طيب السبب رقم 18 هي بعض الافكار الخاطئه. بعض الافكار الخاطئه لبعض الناس اللي بتعمل رجيم. في بعض الناس اللي بتعمل رجيم فاكره ان هي راحه سينما. يعني يقول لك مثلا بدل ما انا قاعد فاضي كده ما باكلش طول النهار وعامل رجيم ابتدي اسلي نفسي. طب تسلي نفسك برياضه مثلا؟ طب تسلي نفسك مثلا انت تقرا كتاب مهم او حاجه مفيده يعني؟ طب تسلي نفسك انت تخرج؟ امال تسلي نفسك بايه؟ يعني شويه لب، شويه سوداني، شويه فشار، وتلاقي دخل على النت يقول لك صفحه فلاني الفلاني بتقول ان الفشار وجبه خفيفه وتقدر تاكلها عادي في الرجيم مفيش مشكله، ويخش على صفحه فلاني الفلاني التاني ويقول لك بص اللب السوري بيخسس فعادي مش مشكلة اكل شوية لب سوري يعني ما خلاص. تلاقيه عمال ياخد من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن عندنا، وتلاقيه ماشي على من ده كله وعمال ياكل طول النهار، وفي الاخر يقول لك غريبة الميزان ثابت جدا. طبعا كل دي سعرات حرارية انت بتاخدها، كل دي كربوهيدرات انت بتاخدها. في حاجات مفيدة ولكن بكميات معينة، في حاجات موجودة ان هي وتقدر ان انت تاخد منها ولكن جوه نظامك الغذائي. ما ينفعش ان انا اكون ماشي على نظام غذائي كده، ما ينفعش ان انا اكون ماشي على نظام غذائي والاقي ان انا مثلا اخد من كل فيلم اغنيه، اخد من صفحه لو نفسك تخس حته، واخد مش عارف من مين حته ومن تاني حته ومن لقيمات حته وهكذا، وابتدي اعمل نظام لنفسي، هلاقي نفسي ان انا وزني ثابت. اذا الافكار الخاطئه دي هتخليك ان انت ممكن وزنك يثبت. السبب رقم 19 هو اتباع انظمه غير صحيه. في طبعا انظمه غير صحيه كتير كتير. الانظمه الكيميائيه تلاقي واحد يقول لك ايه تاكل خيار طول النهار. في حد ياكل خيار طول النهار بس كده عادي يعني؟ يعني انت شايف ان ده عادي؟ ممكن تاخد جرجير طول النهار. طبعا ده كله كلام غلط يعني. تقعد تشرب مش عارف ايه وتاكل ايه طول النهار بس ما تعملش اي حاجه تاني. طبعا الحاجات دي الانظمه دي بتاثر بشكل كبير على حرق الجسم، وبتلاقيها ان هي بتضعف من العضله وبتضعف من العناصر الغذائيه للجسم، وده بيتسبب بعد كده ان انت بتلاقي ان ممكن الميزان نزل 20 كيلو وتلاقي جسمك زي ما هو تقريبا. يعني تلاقي تحس ان انت يعني جسمك مفيش التغيير تقريبا صفر. تستغرب جدا. تيجي تمشي على نظام صحي مثلا زي عندنا على الصفحه تلاقي من اول 5 كيلو الميزان بيختلف. تلاقي الصور على الناس واحد مكتوب عليه 90 ويقول لك لا ده اقل من 90، ده وزنه اقل مني، ده شكله اقل مني. لأن النظام الصحي بيلعب على الدهون والنظام الغير صحي ما بيلعبش على الدهون، بيلعب على كل حاجة. يعني ممكن أصلا تصحى من النوم تلاقيش راسك يعني، فعادي خالص. فاتباعك للنظام الغير صحي ده هيأثر عليك بشكل كبير. الحل إن أنت تتبع أنظمة غذائية صحية وإن أنت تمشي عليها وتستمر، حتى لو حصل إن أنت حصل ليك ثبات في الوزن بعد كده زي ما اتكلمنا في بداية أسباب ثبات الوزن. إن حصل لو حصل إن أنت وزنك ثبت لفترة ما تقلقش، لأن الجسم بيعيد ترتيب أوراقه من جديد. في بعض الناس في ده سبب رقم 20 ان هي بتتناول ادويه الاكتئاب والحساسيه. ادويه الاكتئاب والحساسيه يمكن ادويه الحساسيه بيبقى فيها تقريبا نسبه كورتيزون، وده بيؤدي الى ضعف الحرق.
بعض الناس اللي عندها الروماتويد ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب بياخدوا، وده يمكن من اكتر الناس اللي بجد ابطال لما بلاقيهم بيخسوا ابطال. والصراحه انا بحيي كل واحد عنده روماتويد وقرر ان هو يخس، لانه بياخد كورتيزون وكمان ما بيقدرش يلعب كتير لان على طول جسمه وجعه، ما بيلعبش رياضه كتير، وبالتالي السبب اللي هو يزود له الحرق اللي هو بالرياضه مش موجود، والحرق بتاعه الطبيعي بيحاول الكورتيزون يبتدي يأثر عليه، ورغما عن كده بيستمر. ونصيحة لأي حد عنده روماتويد أو كده يبتدي فعلا يتبع نظام غذائي صحي، لأنك لو ما اتبعتش نظام غذائي صحي الوزن معاك هيزيد، لكن لو اتبعت وبتنزل شوية صغيرين أحسن من زيادة كتير، يعني أنت وفرت على نفسك مش تنقص. يعني أنت لو نقصت كيلو مش معناها إن أنت نقصت كيلو، بالعكس ده أنت كده وفرت على نفسك ممكن يكونوا 20 كيلو زيادة ممكن يحصلوا لك. يعني هتلاقي نفسك، يعني في ناس كان عندهم روماتويد وبسم الله ما شاء الله خسوا بال 15 كيلو والشكل اتغير وما كانش الوزن كبير خالص. فاذا ممكن الادويه دي تاثر عليك. طب ايه الحل؟ الحل طبعا لو انت دي خلاص لا رجعه فيها، ما ينفعش ان انت تبطلها، ممكن يعني خلاص استمر على النظام او على نظام الغذائي الصحي المناسب ليك. ولو انت مثلا ده اوبشن عندك، يعني مثلا اي دواء عامه بتيجي تاخده لاي حاجه من الحاجات خد بالك وتبص عليه وتشوفه هل فيه كورتيزون ولا ما فيهوش كورتيزون، وترجع للطبيب وتقول له هل في بديل ممكن ابدل بيه ولا لا، ممكن يقول لك اه في بديل او ما فيش بديل. الرقم سبب رقم السبب اللي فات ده كان 21. السبب رقم 22 بقى اللي هو ادويه تعمل على احتباس السوائل زي ادويه او بعض ادويه منع الحمل، عشان بس الناس ما تخافش. يعني في بعض أدوية منع الحمل لما احنا فتحنا الروشتة بتاعتها لقينا ان هو من الأعراض الجانبية بتاعته احتباس سوائل، تمام؟ تلاقي الجسم بتاعك ممكن تلاقي او تلاقي بعد ما بتستخدميها لفترة يعني بتلاقي ان ايديكي ورمة شوية، تلاقي فيه انتفاخات في الايد، لما تيجي تضغطي على الايد كده تحس ان ايديكي بتغرز، تعرفي ان جسمك ده حابس مية. طبعا دي بترجعي للطبيب وتشوفي ايه البديل ليها وتبتدي ان انت تستخدمي البديل. وبقول بعض يا جماعة عشان في حاجات عادية ما فيهاش وفي بعض الحاجات. طبعا السبب 22 ألا وهو عدم ممارسة الرياضة. الرياضة مهمة جدا، الرياضة لو أنت أهملتها هتلاقي الجسم بتاعك تعبان، مفيش تنشيط للدورة الدموية، مفيش تنشيط للحركة والعضلة بتاعتك، الحرق بتاعك مش هيبقى تمام، هتلاقي نفسك إن أنت قاعد كده مفيش أي حاجة خالص. طبعا ده سبب كبير جدا لبعض الناس اللي هي بتتكاسل في ممارسة الرياضة، وده بيزود من الـ فرصة ان هم يخسوا بشكل سريع، وفرصة ان هم يحصلوا على جسم مشدود. فاذا ان انت لو عايز تحصل على جسم مشدود بدون اي ترهلات، تلاقي جسمك كده ماسك نفسه، وان انت حرقك بتاعك يبقى مستمر ويبقى عندك على طول، اللي بيشتغل وبيعرق وبيتعب بيكسب فلوس اكتر، واللي بيبقى قاعد كده واللي هو يفتح محله الساعة 2 الظهر ويقفله الساعة 3 الظهر بيكسب فلوس اقل. عشان كده انا عايزك تشتغل وتتعب وتجتهد، بس ما تأفورش قوي في الدايت، يعني ما تأفورش قوي في الرياضة اللي هو جيم وجري ومش عارف ايه وبتاع، لان الضغط على الجسم بزيادة قوي يبتدي يحرق من العضلة. يعني ان انت مثلا، عشان كده احنا بنقول الحلو قوي في النظام بتاعنا ان هو متزن، ان انت شوية مشي مع شوية تغيير في معدلات المشي، او ان انت تروح الجيم تلعب مثلا تلعب مثلا تلت ساعة مشاية 10 دقايق مثلا عجله و10 دقايق او 15 دقيقه اورب تراك ومش عارف ايه والكلام ده عنب او فل. لكن ان انت تبتدي تجهد الجسم زياده عن اللزوم هتلاقي ان الجسم هيقول لك لا، يعني انت دلوقتي مقلل لي اكلي وكمان مزود لي المجهود البدني، لا انا كده هحرق لك بقى من العضله بتاعتك، تلاقي العضله بتاعتك بتتاثر. اذا لازم تكون متزن في كل حاجه، ما تافورش خلاص، ما تغلوش في حاجه، يعني ما تزودش في الحاجه. يعني الحقيقة اني انا كنت حابب اتكلم في السبب رقم 23، او يعني اللي هو ان انت بقى ما بتبقاش ملتزم بالنظام اصلا. في ناس كتيرة قوي بتلاقيها تقول لك انا ملتزمة بالنظام بس ما بخسش، تلاقيه ان هو مش ملتزم بالنظام، ان هو بيقلل من الكميات بتاعت الاكل، وده اخر سبب هنتكلم عليه وهنقفل بيه الحلقات بتاعت اسباب ثبات الوزن. الحقيقة ان انت تلاقي ناس بتقول لك ايه انا ملتزم وبزيادة، تقول له يعني ايه بزيادة؟ يقول لك يعني انا دلوقتي بدل ما مكتوب ان انا مثلا اخد جزرتين ما باخدهمش، بدل ما اخد معلقه عسل نحل على الريق لا ما باخدهاش، ده انا بوفر. طبعا حضرتك كده انت بتقلل من كميات السعرات الحراريه اللي داخله الجسم اللي محمله بالعناصر الغذائيه اللي هو محتاجها الجسم، فبالتالي الجسم بيتاثر وبالتالي الحرق بتاعه بيضعف. اذا اتباعك للنظام الغذائي كما هو وهو كل حاجه مكتوبه فيه
هتلاقي نفسك ان انت بتخس بشكل سريع جدا. بس ودي يمكن من اكتر الحاجات اللي احنا قلناها ممكن تسبب لك ضعف الحرق وثبات الوزن في حياتك عامة. عشان كده الاربع رسائل اللي فاتوا الرسالة دي مهمين جدا. عملنا لك اربع رسائل المفروض ان انت تحتفظ بيهم وترجع لهم في اي وقت لما تحس ان النفسية بتاعتك ضعفت او ان انت عندك مشكلة. لو انت ما عندكش اي سبب من الاسباب اللي فاتت دي خالص وملتزم استمر على النظام بتاعك. طبعا يعني في سبب كبير، يعني احنا بنتكلم على اسباب، ممكن يكون عندك اصلا عارض طبي بيخليك ما تنزلش الوزن، يعني لازم تشوف العارض الطبي طبعا زي ما قلنا كده، الانيميا البتاع دوت، الغده الدرقيه، الحاجات اللي هي اللي ايه اللي ممكن تسبب لك الحاجات دي. لكن لو انت ما عندكش ولا سبب من 23 سبب اللي فاتوا دول، التزم وكمل على طريقك وانسى الميزان وركز في مقاساتك، لان عينك هي اللي هتقول لك انت خسيت ولا لا، وكل اللي حواليك اللي بيحبوك اول ما هيشوفوك هيقولوا لك ايه ده انت خسيت، مش انت خسيت، هيقول لك انت كشيت. اسعد الله اوقاتكم. لو شايف ان الحلقات دي مفيده ما تنساش تعمل شير للحلقات دي، لو بتشوفنا على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفنا على قناه اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب علشان تشوف حلقات تانية ان شاء الله هتبقى مهمه جدا، وتشوف الحلقات اللي فاتت من هنا، وتتفرج على شرح الانظمه من هنا، وكمان تتشجع من الفيديوهات التشجيعيه من هنا. اسعد الله اوقاتكم، نلقاكم على خير ان شاء الله غدا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.